السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير. الصحه ديالكم مزيانه، كلشي وقتك. سبيرز فريق توتنهام كيقدم اول سعر باش ينتدب بونو، وايضا حكيمي كيكشف على الحلم ديالو الكبير وشكون هما افضل اظهره بالنسبه ليه في التاريخ. نبداو بالتفاصيل. نبداو مع بونو. قبل ايام كانت صحيفه الاس الاسبانيه قد نشرت خبر مفادي عن توتنهام، كانت تصل باشبيليا في شهر يناير للتقصي عن الشروط باش يقدر يغادر الحارس بونو، وكان رد من إشبيليا بوضع مبلغ 30 مليار باش يخليوه يمشي، لأنه وفق لوسائل الإعلام الإنجليزية المنشورة انطلق فريق توتنهام بمبلغ منخفض، ويقال إن سعر الدخول في عملية التفاوض والذي سيضعونه على الطاولة يبلغ حوالي 18 مليون جنيه استرليني أو ما يزيد قليلا عن 20 مليون يورو، وهو رقم قد يبدو منخفضا ولكن كيخلي إمكانية للتوافق على المتغيرات اللي بالإمكان تم المعالجة ديالها. وكيبان لي بلي إشبيليا في مفترق طرق، بحيث أنه صعيب يعوضوا حارس بحال بونو، لكن في نفس الوقت إلا تعطشر عرض اللي كبير ولا تمت المزايدة ما بين توتنهام ومانشستر يقدروا يخليوه، حيت الأندية الإنجليزية معروفة بأنك تدفع مبالغ طائلة وبالتالي يقدر يمشي في الصيف. بالنسبة لحكيمي في آخر تصريحات ديالو اللي حاليا منتشرة كشف على حلم ديالو الكبير في مقابلة ليه مع برايم فيديو، بحيث قال: أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، أريد أن أحقق ذلك كلاعب أساسي في الفريق أو كلاعب مهم، حيث كما عارفين ديجا كان توج في شامبيونز ليغ لكن كاحتياطي مع ريال مدريد سابقا. وقال أيضا: كما أريد أن أفوز مع المنتخب المغربي بلقب ما، سيكون هذا شيئا كبيرا جدا جدا بالنسبة لي. يعني نظرة حكيمي كتجه لكأس أمم أفريقيا اللي باغي توج به وحاطو نصب العيون ديالو. وملي سولو على افضل لاعب في مركز ديالو في تاريخ كره القدم قال لهم: بالنسبه لي هنالك مدافعان شاهدتهما كثيرا ويعتبران الاقوى عبر التاريخ، وهما البرازيليان داني الفيس ومارسيلو، انهما ظاهران احببتهما حقا لانهما يتمتعان بخصائص مشابهه الى حد ما لخصائصي، ويحبان الهجوم ويستغلان المساحات كما يستمتعان بلعب كره القدم. عجبلكم التصريحات ديالو؟ هذا مكان وتهلاو في راسكم.